مصحف طبعا كان مسابقة دولية وزارة الأوقاف القطرية اللي أعلنت عنها من تقريبا سنة 2001. جاءتني دعوة كوني أنا مشارك في مسابقات عالمية للخط، جاءت دعوة لحوالي 20 خطاط من مختلف أنحاء العالم متميزين بكتابة القرآن الكريم اللي لهم إنجازات دولية. بعدين فتحوا المسابقة، صار أي من يرغب بالمشاركة غير الدعوات الأساسية تقدموا إلى حوالي 120 خطاب من مختلف أنحاء العالم. هي جرت على عدة مراحل. المرحلة الأولى طلبوا منا كل واحد يكتب 5 صفحات من القرآن، صار تصفية أولى من ال 120 تأهلوا 7 خطاطين هم يريدون نسختين من المصحف. من 7 خطاطين عملوا مسابقة ثانية، كل واحد كتب 40 صفحة يعني جزئين من القرآن الكريم. فالجزئين تأهلنا أنا والأستاذ صباح كان موجود معي بعدين خرج. كل واحد كتب القرآن بشكل كامل. وجرى تحكيم أيضا مسابقة بيني وبينه، جرى التحكيم على هذا الأساس. أنا اختير مصحفي هو المركز الأول وتم طباعة المصحف. طبعا هاي من ناحية الكتابة احنا أخذت حوالي 3 سنوات ونصف من العمل والكتابة، والكتابة تحتاج إلى تفرغ كامل، وتحتاج إلى الأدوات، تختار أدواتك بعناية، تختار أدوات بعناية. أنا اخترت ورق يقبل المس عندما أخطئ، يقبل المسح لمرة واحدة طبعا، مسح بواسطة الكشط بالسكين بس بحساسية عالية. إذا أخطأت مرة ثانية يحتاج أن تعيد الصفحة. نعم. بالنسبة للعمل يحتاج أن تكتب أول شيء، تدرس الصفحة على المصحف الأساسي، ثم تعمل لها مسودة بالقلم على الصفحة على حجم الصفحة الرئيسي، ثم تكتبها بالقلم الخط الحبر المبيضة. هذه الطريقة والتقنية تؤدي أو تساعد على خفض الماء، يعني أخطاء تصير محدودة، ما تكتب مباشرة، لازم تعمل مسودة قبل الكتاب. وأخذ هذا العمل أخذ وقت وجهد، يعني ليس جهد شاق. شفت المصحف السعودي، وش الفرق بين هذا وذاك؟ المصحف السعودي أول مصحف قطر جاء عن طريق مسابقة عالمية، يعني دعي إليها أفضل خطاطين بالعالم على مراحل. المصحف السعودي خطاط كلف تكليف مباشر، يعني ليس درجة أولى، هو يعني في مسابقة أصلاً خط جيد ولكن ليس يعني إلى درجة المتسابقين بالفرق. ما شاء الله. أي نعم. وشو الاسم الخط المكتوب بمصحف القطري؟ خط المسخ. مسخ. خط المسخ. ممكن يختار خط ثاني؟ حاليا بالعصور الأخيرة صار يختار خط النسخ فقط، لأنه خط النسخ أوضح الخطوط تقريبا ويقبل الحركات التشكيل، كل حرف على يعني يأخذ حقه من التشكيل. سابقا كان يكتب خطوط مختلفة، عدة خطوط، يعني كان يكتب خط الثلث والمحقق والريحان، وقرون طويلة استمر هذا الشيء، ولكن بالعصور الأخيرة يكتب بخط النسخ. شو يمنع مثلا استخدام الآلة الكاتبة بدلا من الخط اليدوي؟ الآلة الكاتبة، خط الكمبيوتر أو آلة كاتبة يعني منزوع الروح، الخط اليدوي تجد روح الحرف موجود، ذوق يعني، ذوق وروح سبحان الله، كأنه يثراء لك، أنه يشع روح الخط. حتى حالة النفسية للخطاط تؤثر، يعني تنطبع بالخط، بينما خط الكمبيوتر خط جامد جامد. والذين برمجوا الخطوط الكمبيوتر والكاتب هم خطاطين من الدرجة الثانية والثالثة، يعني لم يتصدى للبرامج الكمبيوترية خطاطين من الدرجة الأولى، لذلك تجد الخطوط دائما مستواها ضعيف ومتدني، خط اليد يبقى أفضل من خطوط الطباعية والكتابة. الردود الفعل عن الكتابة والكتاب، هل ممكن تذكر لنا بعض منها؟ يعني فيدباك اللي التقيتم مع من الناس؟ يعني كان الحمد لله رب العالمين كان له قبول يعني واسع من أوساط
الكورسات الفنيه والثقافيه ومسابقه عالميه بالخط، يعني غير انه ايضا كتاب وكلام الله سبحان الله. يعني سبحان الله. فمن الناحيه الفنيه اخذ قبول كبير، ومن الناحيه الدينيه ايضا انا يفرق عن مصحف المدينه. مصحف المدينه هو كتب كانه مكتوب بآلة كاتبه او طابعه، يمد الحروف اينما كان. انا حافظت على قواعد وكلاسيكيه الحرف العربي بالاضافه الى جوده الضبط واحكام القراءه. فيعني يعني اخذ الحسن، يعني حسن حسن الخط، خط وجوده القواعد، وايضا ضبط شو اسمه الرسم والضبط على الرسم. انا اول مره التقيت ورايته وانا كنت في المعراض، في ما هو بعيد من هنا أظن 20 كيلو، يعني سبحان الله أول مرة رأيته حبيته، يعني سبحان الله شيء مرعب، شيء يعني رائع جدا، رائع جدا. ولذلك حبيت أن ألتقي الكاتب وهو أنت، جزاك الله خير. الله يفتح عليك، ربنا تسلم يداك مما يقولون، تسلم يداك. جزاك الله. كان شعور عظيم وأنا أكتب، والله أشعر أني يعني وأتمنى الآن أرجع الآن أكتب، يعني عندي أجزاء، ولكن أنا احتمال أكتب على رواية أخرى، على رواية حفص. أنا ممكن أكتب على رواياته، عمر قالون ورش، الدول الخاصة بالمغرب العربي، يعني روايات إن شاء الله قريبا بإذن الله. إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا، الله يفتح عليك.